الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم. كشف مظهر صالح المستشار المالي لرئيس الحكومة الحالية عن حجم الديون الداخلية والخارجية للعراق، وقال صالح إن خارطة الديون العراقية كبيرة جدا وغير متجانسة وتحتاج إلى تسويات، كما أن هناك ديونا معلقة على اتفاقيات يجب أن يشطب 80% أو أكثر منها، لأن هذه الديون تضاف إلى نسبة سنوية يجب أن تشطب أو تلغى. وأضاف أن الديون العراقية الخارجية التي يجب تسديدها تبلغ 20 مليار دولار، بينما تبلغ الديون الداخلية بحدود 60 مليار دولار، لافتا إلى أن هناك ديونا داخلية وخارجية لم يتم تسويتها حتى اليوم. كشفت مؤسسة عراق المستقبل للدراسات أنه رغم ارتفاع نسبة القروض الممنوحة من البنك المركزي للمشاريع بنسبة 139%، إلا أن هناك غيابا شبه تام لنمو المشاريع الصغيرة. وقالت المؤسسة إن نسبة القروض الممنوحة من البنك المركزي ارتفعت منذ بداية 2020 لغاية تشرين الأول من عام 2021 لتصل إلى 4.5 تريليون دينار عراقي، بارتفاع سنوي بلغت نسبته 139%، وارتفاع شهري بلغت نسبته 15.55%. وأشارت المؤسسة إلى أنه لا مؤشرات واضحة عن تأثير تلك القروض على زيادة الناتج المحلي من القطاعات غير النفطية ولا على تقليل نسب البطالة. أقرت وزارة الزراعة أن قطاع الثروة الحيوانية يعاني مشكلات كثيرة أدت إلى تراجع هذا القطاع في العراق. وقال مستشار وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي إن الوزارة تعاني من نقص بالثروة الحيوانية، وتعود أسبابه الرئيسة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وشحها، فضلا عن أن التغيرات المناخية وشح الأمطار أديا إلى انحسار المراعي الطبيعية والأعشاب، ما أثر على تربية الحيوانات. وأوضح أن المشكلات التي تعاني منها الثروة الحيوانية دفعت الوزارة لفتح استيراد الحيوانات الحية لتلبية الحاجة المحلية من اللحوم. تقدمت بلوب وهي إحدى أكبر شركات الطاقة في بريطانيا بطلب إفلاس في ظل أزمة ارتفاع أسعار الغاز في العالم بما في ذلك في أوروبا. وأشارت الشركة البريطانية في بيان إلى أن إفلاسها مرتبط بارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، والتي أدت إلى تعرضها لخسائر كبيرة. وقبل ذلك كشفت وسائل الإعلام البريطانية عن أن الحكومة البريطانية كانت تعد خطة طوارئ لإفلاس شركة بلوب، التي تعد سابع أكبر مورد للطاقة في البلاد وتخدم 1,700,000 شخص. تراجعت أسعار النفط وسط تزايد الأحاديث عن إطلاق الولايات المتحدة واليابان والهند احتياطيات الخام لترويض الأسعار، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 79 دولاراً و31 سنتاً للبرميل، على خلفية تقارير تفيد بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وروسيا وحلفائهم قد يعدلون خطتهم لزيادة إنتاج النفط إذا قامت الدول المستهلكة الكبيرة بإخراج النفط الخام من احتياطياتها، أو إذا أخمد الوباء الطلب. يأتي هذا على الرغم من تهديد تعثر الطلب مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، والتي تؤثر بشكل أو بآخر على الحركة الاقتصادية في العالم. إلى اللقاء.